كل سنة وحضراتكم طيبين. أيام قليلة بتوصلنا على شهر رمضان الكريم، الشهر اللي بيحلى فيه السهر والعزومات والتجمع. شهر كريم جاي في بداية النص الثاني من العام الدراسي، بيكون فيه إرباك كده في البيوت وبيبقى فيه ربكة، بنبقى مش عارفين كأهالي ننظم وقت الولاد ما بين المدرسة وما بين المراجعات وما بين التدريبات وما بين الالتزامات الدينية وما بين الالتزامات الأسرية والتجمعات. بنبقى حيرانين وبنبقى احنا نفسنا مش عارفين ناخد بالنا منهم قوي، لأن احنا ورانا فروض كتير من الدين والطاعة بنبقى منشغلين بيها أكتر من إن احنا نبقى مشغولين بالولاد. تدخل بقى الدراما وتدخل بقى الولاد بيتفننوا في تضييع الوقت في واخد موقف الولاد واخد موقف. لا فعلا منا رمضان، لا رمضان صعب جدا طبعا. اكيد كل البيوت المصريه والاسر المصريه حاله الشد والجذب اللي بتبقى ساعه الفطار تحديدا وقبل ساعه الفطار، ازاي نتعامل مع ولادنا اطفالنا، ننظم وقتنا ازاي طول اليوم، اسئله كتيره جدا بنسالها، لانه رمضان حاله جميله جدا، حاله روحانيه وحاله فيها بهجه، وكمان محتاجين ننظم في الوقت. معانا دكتورة إيمان حفظي، استشاري تربية ومدرب معتمد لتعليم الكبار. صباح الخير على حضرتك، منورانا شرفونا. طبعا قبل ما نطلع على الهواء اتكلمنا انا ومنا مع حضرتك، يعني عندنا مشاكل كتيره مع الولاد، لكن عايز اسالك فعلا ازاي نساعد اطفالنا واولادنا على تنظيم وقتهم في رمضان. بنشوف ساعات انه الاطفال او الولاد على حسب اختلاف سنهم يعني بيصحوا متاخر، في بعض الاحيان بيبقى ما بقاش في تنظيم للوقت بشكل محدد. ازاي نتعامل مع اطفالنا اولا؟ تمام، اولا طبعا صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع مشاهدينا، وكل سنه وحضراتكم طيبين وشعب مصر كله طيب وبخير. زي ما حضراتكم قلتم، هي رمضان حاله فعلا، احنا بس بنخلط قبل رمضان ان احنا ما بنخليش رمضان حاله اللايف ستايل بتاعنا العادي اللي هي بيتركز في نقطه معينه، هي تنظيم الوقت. احنا قبل رمضان بنمشي بشكل عشوائي شويه، ما بيكونش في عندنا مثلا مراحل اساسيه في اليوم بتاعنا، فاحنا جه رمضان بينظم لنا الوقت، فاحنا بنستغل رمضان ان هو يبقى فتره اعاده يعني تشكيل للحياه بتاعتهم والحياه بتاعتنا احنا كمان، خصوصا ان رمضان بيتمحور في ثلاث محاور اساسيه او ثلاث مواعيد اساسيه زي ما حضراتكم ذكرتم، اللي هو الفطار، السحور، وما طبعا قبل الفطار وبعد الفطار والسحور. فاحنا نحاول نخلي اولادنا ان هم يبقى في تهيئه قبل رمضان، دي مهمه جدا جدا، ان احنا نحاول ما نحسسهمش ان بيحصل ازمه او ارتباك اللي احنا اتكلمنا فيها في وقت رمضان، لان ده هيخلي عندهم ارتباط شرطي ما بين ان رمضان ماما بتزعق كتير، بابا بيزعق كتير، بالظبط بيبقوا متعصبين. والله ما بيبقى في حد نفس يتكلم اصلا، حد بيجي النفس بعيد. هو بس هما بيبقى عندهم ارتباط بحاجه زي كده، فاحنا بنعكس لهم، بنعمل لهم ريفلكشن بالحاله اللي عندنا احنا جواه. دي بتبقى نتيجه طبعا حاجات كتير ممكن نتناقش فيها ان شاء الله اثناء اللقاء، بس احنا نحاول نعودهم لا، رمضان اعاده تنظيم الوقت. ازاي اهيئ لرمضان؟ يعني حضرتك قلتي لازم قبل رمضان يبقى في تهيئه لرمضان. تمام، اعملها ازاي؟ تمام، اولا احنا مش اول ما يجي رمضان يلا هنصلي، يلا ما صليتش ليه، يلا ما ذاكرتش ليه، طب صلي وبعدين ذاكر، طب هنفطر، مش عارفه ايه. لا، لازم الاول ان احنا نبقى عاملين عمليه تهيئه، ان احنا هنحدد جدول مواعيد معين، وهو توزيع التاسكس، توزيع المهام على البيت كله بما فيهم رب الاسره طبعا لازم يشترك معانا، خصوصا وقت قبل الفطار. فلازم نوزع المهام، يبقى في جدول اعمال كده، انت هتعملي كذا، انا هعمل كذا بالنسبه للاولاد، بحيث ان احنا نشاركهم يبقوا حابين شهر رمضان، يبقوا حابين انظم وقتي. جراديوالي بعد كده يعني بالتدريج هم هيتعودوا على موضوع تنظيم الوقت. اهيئ لهم اولا ان احنا نبتدي يعني لو في متقطعين في الصلاه شويه نبتدي نعودهم لا احنا هنثبت على الصلاه شويه قبلها، خصوصا ان شعبان هو يعني رمضان قد مصغر زي ما احنا بنقول. صحيح. فنبتدي على الاقل من اول شهر شعبان تمهيد بالانتظام والثبات على الصلاه مثلا، بحيث ان هي ما تبقاش عائق ما بين كذا محور. دي نقطه مهمه جدا، نهيئهم على العبادات مثلا ورد صغير مثلا، ده بالنسبه للاولاد اللي هم الكبار شويه، برضو يبقى حتى لو صوره مثلا في اليوم، الكلام ده كله بحيث ان هم ما يبقاش في عرقله ما بين حياتهم اليوميه، خصوصا ان احنا في ترم تاني، في امتحانات شهريه، في اختبارات، فموضوع رمضان في الدراسه بيبقى عرقله شويه، بس هو بيبقى ارتباط شرطي فقط، لكن احنا لو نظمنا وقتنا
بالعكس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الغزوات كلها كانت معظمها في رمضان. لو شهر رمضان شهر الكسل ما كانش كنا قلنا خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام كان قال خلاص في شهر رمضان هيستوب غزوات والكلام ده. حرب 73 نصر اكتوبر حققنا ده في رمضان. يبقى اذا رمضان مش عائق لاي طبعًا. حاجه كويسه بل بالعكس هو تنظيم وقت. لما جينا نحارب نظمنا وقتنا هنحارب امتى وازاي والكيفيه. فده المهم جدا تنظيم الوقت لازم احنا اللي نساعدهم فيه وده يبقى سيستم حياتهم عامه مش في رمضان بس. نستغل رمضان ان هو ده يبقى الحلقه عشان تساعد في الانتاجيه بعد كده ان شاء الله في حياتهم عامه يعني. طيب مكتوب لي في الاسئله اللي انا المفروض اسال يعني اقول ازاي ده يحصل من غير الضغط على الولاد. انا بقى عايز اسال ازاي ده يحصل من غير الضغط على الام ايه اللي بتتابع الولاد. ايوه تمام. اولا طبعا في بعض حاجات كتير جدا جدا بتبقى عامل نفسي وبرده سيكولوجي خصوصا مع السيدات يعني طبعا ان احنا موضوع مثلا ممكن انا اكون مثلا متعوده ان انا اشرب كوبايه القهوه بتاعتي كوبايه الشاي بتاعتي فانا بعد برده قبليها بفتره معينه عن الكافيين نبتدي ان احنا نشرب المرطبات نزود من المرطبات اكتر بحيث ان احنا سيكولوجيا هيبقى معدل التعامل بتاعنا افضل لان طبعا الحاله السيكولوجيه بتنعكس على الحاله النفسيه. فده مهم جدا جدا نحاول نتحلى بالصبر لان اصل رمضان هو صبر يعني هو صبر على الطاعه هو صبر على الصيام. فبالتالي نحاول نتحلى بالصبر عشان احنا بننشا جيل يبقى على طول رابط ما بين ان شهر رمضان شهر جميل ماما فيه بتبقى كويسه جدا بابا فيه بيبقى كويس جدا بالمشاركه في الاعمال. مش ده كلام مثالي شويه؟ هو يعني طبعا في الواقع اللي بيحصل لما نخش بقى كده في رمضان في ارض الواقع يعني قبل الفطار والدنيا يعني اكيد برضو بيحصل حاله شد وجذب وغيره أكيد. هنا بقى ده سؤالي لحضرتك اتفضل. وانا هنا بقى هاخد دور الاب بقى تمام. هنا ازاي الاب ممكن لما يلاقي حاجه زي كده موجوده في البيت حاله الشد والعصبيه او الغضب ازاي هنا يتعامل مع افراد اسرته؟ تمام. يختفي من افراد اسرته لا بيختفي يهرب هروب هروب العظيم لسه كنت هقول طيب الاب في الوقت ده اصلا اوريدي اثناء وجوده قبل الفطار قبل فتره الفطار بيبقى فين يعني هو بيبقى فين لازم يبقى ليه تاسك لازم يبقى ليه دور حتى لو عمل السلطه معاهم مش مشكله بس دي بتبقى مشاركه دي مهمه جدا دي مهمه جدا جدا يعني موضوع المشاركه بجد حقيقي. ما هو احنا لازم نعدي بالمثاليه في الوقت ده عشان زي ما قلت لحضراتكم احنا بنسيب امبريشن مهم جدا عند الطفل الصغير يعني ايه رمضان؟ رمضان ده انا بلاقي فيه بابا يعني ممكن مثلا في بعض الاوقات المعينه ما بيكونش فيه مواعيد رجوع من العمل الكلام ده كله لا في رمضان كلنا بنتجمع على سفره واحده في وقت واحد بابا بيبقى معانا ودي بتبقى حاجه مهمه جدا جدا طبعا التجمعات العائليه والاسريه فحضرتك بتيجي قبلها مثلا نص ساعه ما نحاولش ان احنا نقضي الوقت ده في نوم يعني حتى لو مش على مدار الشهر بس نحاول حتى لو مره مرتين ثلاثه انا قعدت معاك وعملت الصلاه الكلام ده كله ويبقى باستمرار على المشاركه حضرتك بتتكلمي عن التواجد والمشاركه مشاركه دي مهمه جدا جدا يعني كل واحد لازم يبقى ليه تاسك من اول رب الاسره وربه الاسره لحد اكبر حد لحد اصغر حد بالمشاركه يعني زي ما حضراتكم قلتوا في الانترو الجميله ان شهر رمضان شهر طبعا بنستقبله بالزينه والفرحه وكده فطبعا احنا حتى من قبلها موضوع مشاركه الاولاد في عمل فوانيس صغيره في البيت وتعليق الزينه في البيت ده بيدي فرحه عايزين نكملها مع الاولاد فلازم احنا اللي نبقى عناصر اساسيه في تهيئتهم للشهر نحاول نطبق ده ان شاء الله على ارض الواقع. وفي نقطه مهمه تانية جدا برضو فضل. موضوع ان بلاش احسسهم واحسس نفسي ان انا عندي لود كبير جدا من التاسكس برضو احاول ان انا ابدا مثلا بالنقطه الصعبه شويه الاول وبعد كده ابدا بالقليل يعني اللي هو مثلا يعني ممكن نعمل one thing at a time يعني نعمل شيء واحد بس ده بيزود الانتاجيه افوكس على الاهم بوينت عندي واثقل بوينت عندي اعملها عشان بعد كده الكل هيبقى سهل بعد كده كل ترتيب الحاجات بتبقى سهله. ترتيب برضو قبل الفطار احنا طبعا كل واحد بيبقى عنده شغل ماما بتبقى ممكن بتعمل وجبه الافطار بتحضرها لو في حد متواجد من الاولاد لازم يشارك. انا مش فاهمه فين المشكله في الفطار يعني هو الفطار ده هو نفس الغداء فهي ماما بتعمل الغداء كل يوم فهي هتبقى بتعمل الفطار بنفس عدد افراد الاسره بنفس الحاجه فالموضوع مش المفروض يبقى القصه ان احنا اتحجمنا بوقت
احنا اللي عملنا له مشكله. لكن ده المفروض يبقى اللايف ستايل زي ما انا قلت لحضرتك في اول كلامي، ده اللايف ستايل المفروض اصلا في تجمع اسري على الغدا ده ثابت، على العشاء برده ده ثابت، اللي هو احنا مثلا ممكن نعتبره السحور. احنا بس اللي عملنا ارتباط شرطي ما بين ان شهر رمضان في دربكه عشان انا اعمل حاجات كتير، مع ان انا في العادي بعملها، بس ايه الفرق ان انا بعملها وانا مش منظم. صحيح. لكن انا لازم ابقى منظم كل الحاجات دي عشان اعرف اعمل انتاجيه كويسه. طيب في سنه اولى صيام عندي السنه دي واحد في البيت او واحده في البيت لكل الامهات الصغننين اللي لسه عندهم اول حد يصوم. بيصوم تمام. اقول لهم يتعاملوا ازاي؟ تمام. طبعا ده نركز معاه جدا جدا، نحببه في موضوع الصيام بان طبعا الاول احنا هنمهد له يعني ايه صيام. طبعا عدد الساعات لازم ما يبقاش نفس عدد ساعات الصيام الكامله، لا على حسب مقدرته واستيعابه. لحد اخر الشهر بنوصل لمعدل حلو قوي من عدد الساعات اللي هو ممكن يكون صامها، وفي بعض الاولاد بيقدروا يتحملوا ان هم ممكن يبقوا وصلوا لمرحله صيام اليوم الكامل يعني. لحد ما في اعتبار احنا مش داخلين مسابقه، احنا بنراعي السن وبنراعي طبعا عشان كده وبنراعي الحاله الصحيه للاطفال. عشان كده قلت لحضرتك ما نخضعش لاي ضغوط مجتمعيه لا 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 خالص. لا طبعا الحاجات دي كلها انا كسبت طبعا مش مقبول بيها خالص، لان طبعا انا عندي طفل صغير انا مش عايز اكرهه، انا بالعكس انا برغبه في حاجه زي كده. فبالتالي لازم ابقى حاطه في الاعتبار كل الاعتبارات دي. في طبعا موضوع المكافاه ده مهم جدا جدا طبعا. ان انا ايوه لازم احفزه ان انا بكافئ ان شهر رمضان اصلا ربنا سبحانه وتعالى عامل له هو نفسه مكافاه بباب الريان. ونبتدي نتكلم بشكل مبسط عن المعلومه الدينيه، وانا اوريدي ابقى مجهزه له برده مكافاه ماديه. جميل. يعني بشكل حاجه هو بيحبها الكلام ده كله. جميل. ايوه طب دكتورة إيمان، برضو إلى جانب العبادات طبعا والصلاة والانتظام في الصلاة والصيام، مهم جدا كمان فكرة أنه شهر رمضان هو شهر الخير، شهر المشاركة طبعاً. إزاي هنا أزرع في أولادي فكرة أنه هم يسابقوا في الخير زي ما بيقولوا، ان هم ينزلوا يعني يوزعوا لو في حاجات وجبات مثلا، أو في خير بنقدمه لحد محتاج حد فقير. هنا مهم جدا اشتغل جداً على ده ازاي كأب وام. احنا هنشتغل عليه يا فندم قبل رمضان. يعني احنا موضوع التعبئه بتاعت شنط رمضان دي مهمه جدا. يعني احنا مثلا يعني على سبيل المثال مثلا احنا عندنا يعني في الاكاديميه مثلا عندي انا بخلي الولاد يجيبوا اقل القليل مثلا من البيت، ونبتدي نعمل تعبئه شنط رمضان. في اولاد ما كانوش عارفين هم يعني احنا بنعبي ده ليه، بنعمل ده ليه. فقبل شنط رمضان انا مش هستنى رمضان لما يجي واوزع على المحتاجين، لا قبل شهر رمضان نبتدي نعلمهم يعني ايه تعبئه شنط رمضان. بننزل نوزعها بايدنا للمحتاجين. فبالتالي طبعا هو بيحس بينمو عنده احساس العطاء. جميل طبعا. وان ده شهر العطاء، شهر الخير. الثواب فيه بيبقى كتير. وبرده نحافظ عليها ان هي تبقى عاده مستمره، مش بس مرتبطه برمضان. برمضان يعني مش بس رمضان يجي بالزبط. فانا هساعد المحتاج بس تبقى عاده مستمره بعد رمضان. كل ده كتنظيم وقت ما بين دراسه، برده احنا بنتكلم في نقطه دراسه. ان احنا برده زي ما احنا بنقول هم بيسهروا، ده بيبقى عائق جامد جدا ما بين تركيزهم في الدراسه. لا احنا نحاول نتعامل بشكل طبيعي جدا كانه يوم عادي، فرق بس في الصيام فقط بس، لكن التنظيم الوقت ده بيبقى ثابت عندي اكيد. دكتوره يعني سعدنا بوجودك معانا، وسعدنا بالكلام اللي حضرتك بتقوليه القابل للتنفيذ يعني حقيقي، لان فعلا الكلام يعني لما تناقشنا في انه في بعض الحاجات قد تكون شديده المثاليه، فهمتينا انه ده لازم يحصل بالمنظر ده علشان نقدر نوصل لشكل افضل للعلاقه الاسريه، والبيت كله يبقى مستقر على مدار السنه مش بس في شهر واحد في السنه. ايوه نورتينا وشرفتينا دكتوره ايمان حفظي، استشاري التربيه والمدرب المعتمد في التعليم، ومصر كلها طيبه وبخير، وحضرتك طيبه وكل مشاهدينا بخير يا رب. دايما كده متجمعين على الخير ومتجمعين في رمضان، شهر البركه وشهر فضيل بنستناه من السنه للسنه.